زوار ومتتبعو موقع الجديدة نيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة الثامنة من دردشة قبل الإفطار رمضان 2018 الموسم الثاني. دردشة قبل الإفطار اليوم كتعلق بمحيط المؤسسات التعليمية والحالة المزرية اللي كيتواجد عليها بمدينة الجديدة. غادي نديروا واحد الجولة عبر بعض المناطق بمدينة الجديدة للوقوف على حجم المعاناة ديال هذوك الطلبة والتلاميذ من هذا الأزبال وهذا التراب الغبارة الوسخ بمحيط المؤسسات التعليمية. للإشارة البداية غدا تكون من الثانوية التأهيلية الرازي، وكنشكروا بهذه المناسبة السيد حسن مناف مدير المؤسسة، واللي سبق المجلس الإقليمي كما صرح لنا به السيد مناف أنه قام بواحد نقدر نقول مساهمة في إصلاح ولا ترميم بعض الأمور داخل المؤسسة، فيما المجلس البلدي ولا الجامعة الحضرية ديال المدينة الجديدة فهي غائبة عن هذا المشهد هذا. ونفس الأمر بالنسبة لمدرسة عبد المؤمن الموحدي، اللي بهذه المناسبة كنشكر المدير ديالها محمد السيد محمد قاسمي، حتى هو اللي لقيناه فعلا بأنه غايور على المؤسسة وقيم بما ينبغي القيام به داخل المؤسسة، فيما خارج المؤسسة بطبيعة الحال ما يقدرش يدخل فيه لأن هذا أمر كيبقى شأن محلي ديال الجماعة الحضرية. بلا ما نطول عليكم أكثر غنخليكم تشوفوا هذه النقاط هذو عن كتب، ولكم الحكم كما العادة. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسم كريم. سعيد مناف مدير ديال التربية التقنية الراسي. سي مناف، كيف عرفتوا احنا اليوم بصدد زيارة للمؤسسة التعليمية بالمديرية الإقليمية الجديدة، لاحظنا بأنه راه كاين فضيحة، بهذا الكون ديال الفضيحة وكارثة في المحيط ديال هذه المؤسسة التعليمية. اش يمكنك تقول لنا على المؤسسة اللي أنتم على رأس الإدارة ديالها؟ ويمكن هناك واحد المجموعة ديال، أولا شكرا على الصحافة على هذا الدور اللي كانت دور اللي هو إيجابي اللي كانت تقوم به تجاه المؤسسات التعليمية. بالنسبة لنا احنا المؤسسة التعليمية المحيط ديالها، كنتكلموا دابا على المحيط ديال المؤسسات التعليمية، هناك محيط اللي خصو واحد المجموعة ديال الإصلاح، خاص أولا التبليط، لأن عندنا واحد المجموعة ديال البلايص اللي هما غير مبلطة. كاين عندنا هنا مثلا، ها هو هنا عندنا فضاء اللي كتلقى هنا واحد الفضاء اللي هو شاسع جدا، بحال هذا الفضاء راه بامكان استغلاله، بناء اللي هي مكتبه، بناء الفضاء ديال التلاميذ، فضاء ديال الاستقبال ديال التلاميذ، عوض ما غادي يجيو التلاميذ يبقاو هنا في الباب ولا شي حاجه، ممكن هذه الفضاءات اللي تستغل. ثم هنا كنشوفوا هنايا، خاصك تعرف هنا كيطرح لنا عده مشاكل، هنا كيجيونا واحد المجموعه ديال عباد الله كيقدر يهجم عليك هنا ويدخل تما، هنا واش غادي تتبعوا في وسط هذا الشوك؟ راه ما يمكنش تبقى تابعه في وسط هذا الشوك هذا. كاين واحد المجموعه ديال العباد الله اللي كتجيك من هنا كيدخل لك ما كتعرفوش حتى كيخرج عندك هنايا، حتى كتلقاه حتى في الباب. وحنا كنعرفوا دابا الابواب ديال المؤسسه التعليميه هي الا ما تحملناش مسؤوليتنا، كنقول كاداره، اولا حنا كاداره نتحملوا مسؤوليتنا في اننا نحاربوا جميع الظواهر السلبيه اللي كاينه فيها، سواء الناس اللي كيتجمعوا من اجل لا شيء، او الناس اللي كيجيو رجل المخدرات، اللي كيجيو رجل السجائر، راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يتحمل هذه المسؤوليه. وبالتالي فاش كنقول حنا غنتحملوا المسؤوليه، كتبغي واحد الفضاء اللي هو مساعد لك، اي انا ملي غادي نخرج مثلا وغادي نلقى واحد المجموعه ديال الغرباء ونقول له سير بحالك، او نلقى واحد يدير مسلكيات معينه وغادي يشوفني يهرب، راه ما بغيتش نتبعوا الشوك، راه ما بغيتش نتبعوا وسط هذيك الغابه هذيك. اذا هنا بالنسبه لنا حنا، ثانيا ان مؤسسه اللي جات وسط في قلب المدينه، وتنقول احسن مؤسسه دابا لحد الساعه في الاقليم ماشي غير في المدينه هي الثانويه التقنيه الرازي. على ذكر المدينه، واش ما كانش عندكم شي اتصال بالجماعه بحكم انها المسؤوله على هذا التبليط؟ الاتصالات هي شفهيه لحد الساعه بالنسبه لنا، كنتسناو نساليو الموسم الدراسي، لان احنا مازال عندنا التاهيل ديال المدخل ديال المؤسسه
ان شاء الله في هذه النهايه ديال الموسم الدراسي، وغادي نراسلوا للمجلس البلدي على اساس انه يتدخل باش يصلح، باش يديرنا على الاقل التبليط لهذه الجنبات ديال المؤسسه، وماشي غير هنا المؤسسه، راه حتى الفوق عندنا في الاقسام التحضيريه راه عندنا كذلك نفس الوضعيه قدام في الباب ديال المؤسسه. نعتبروا هذا بمثابه نداء للسيد رئيس المجلس الجامعي لمدينه الجديده على اساس انهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم المنوطه بهم ويخرجوا للمدارس يصوبوا هذه العشوائيه اللي كاينه، لحقاش هذه راه كتشكل خطوره وكتاثر حتى على السلوك والتربيه ديال التلاميذ. تحيه لكم. شكرا، الله يعاونكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسم كريم. محي محمد. رئيس جمعيه. رئيس جمعيه مدرسه عبد المؤمن الموحيد. لاله زهره. في السعاده. سعاده. سعاده. هذه محسوبه على حي السعاده. اللي كتجا اللي علاش قلت لك لاله زهره؟ بحكم هذا هذا السوق هذا اللي يعني فكرنا في سوق بير ابراهيم. قول لي يا سي المحي. نعم. اليوم في اطار الدردشه ديال قبل الافطار تناولنا الموضوع ديال المؤسسه التعليميه والمحيط ديالها والتاهيل ديالو. هذا المحيط هذا اللي الناس ديال الجماعه كيف كنعرفوا باقي ما خادوهاش بعين الاعتبار وبمحمل الجد، ومخلين هذه الامور هذه، ومدرستكم ربما اكبر متضرر من هذه القضيه هذه. هاش يمكن لك تقول لنا على النقطه؟ بالفعل مدرسه عبد المؤمن الموحدي من اعرق المدارس اللي مروا فيها اساتذه. المشكل اللي كنعانيو منه حنايا كجمعيه الاباء وكتلاميذ كيقراو في هذه المؤسسه هو السوق العشوائي اللي كان هنا. كان داير لنا مشاكل، لان هو اكثريه التلاميذ ما قدروش يسيروا الدراسه ديالهم بالصداع والفوضى اللي كيعيشوها هنا في المحيط ديال المؤسسه. زياده على انه هو فملي كتكون ملي كيكون وسط فصل الشتاء، هاد البلاصه كلها اللي كتشوفها هنايا كتعمر بالمياه ديال الامطار، وكتبقى حتى كتولي هنايا مزباله. مؤخرا كانت الشتاء هنايا، كان واحد الطفله واحد التلميذه طاحت لنا في الضايه هنا، لدرجه انه عتقوها بعض الاباء. هنايا هاد البلاصه كانت كلها عام راضيه. حنا اللي كتولي عباره عن بيسين، كتولي عباره عن بحيره اللي من بعد من الشتاء كتبقى هنا، كتولي الازبال والاوبئه، وتشوف راه تشوف لهين في المحيط ديالها، شوف لهين الازبال شنو دايره. اكثر من هادشي كامل، شوف هنا ولا بحال عندنا ود الوهراني، عندنا هنايا الكيران كيتحطوا هنايا، راه مازال بقى معمرات الدنيا. راه هاد البلاصه اللي كانت اللي في البلون داميناجمون بانها حديقه، هي ولات هنا ولات مرآب ديال الكيران. مساحه خضراء، مساحه سوداء. مساحه سوداء، لدرجه ان في الليل في هاد الكيران راه كيبركوا متصقعين، وكيبركوا الناس اللي هما ما يمكنش تدوز من حداهم. حنا كجمعيه اباء مدرسه عبد المؤمن كنناسدوا السلطات المعنيه من قيد ومن باشا من عامل اقليم الجديده على التدخل الفوري من ايجاد واحد الحل مناسب لهاد التلاميذ اللي تيعانيو طول السنه من هاد والمحيط بهذا المحيط المكهرب اللي ما كيعطيش حتى الجماليه للمؤسسه. حنا كجمعيه الاباء كنصلحوا الانتيريور الداخل، ولكن ما يمكنناش نصلحوا على برا، لان هو هذا الشيء خاصو. مؤخرا كانت جات لجنه تجمعات معنا هنا وقال لك بان الجماعه غادا تدخل وغتصوب لنا مرافق صحيه وغادا دير لا شيء، مجرد هضره. من النهار اللي جاوا اجتمعوا معنا الى يومنا هذا كتبنا الشكايه الاولى الثانيه الثالثه، حتى واحد ما كيجاوب. حنا من هذا المنبر كنطلبوا من السيد عامل اقليم جديده باش يتدخل ويلقى لنا واحد الحل مناسب لهاد الوليدات باش ما يبقاوش يعانيوا. شكرا سي المحي، حنا بدورنا نعتبروا هذا كما قلت المدير ديال واحد المؤسسه تعليميه، نعتبروا هذا بمثابه نداء، ونقولوا للسي جمال بربيعه نوض تخدم، هالخدمه كتسناك. تحياتي. شكرا سي بركنا. كدية مدريس هانتوما تاني المحيط ديالها، هاني راسي في مكوش
هذه ما بين عبد الرحمن الدكالي والمنصور الذهبي بدون تعليق. إن هذه قرب طريق لاكار، المهم انتم غادي تشوفوا الحاله، تما الحاله يعني عليك وعلى دوار، يعني هذا دوار، هذا ماشي راه المدار الحضاري ديال المدينه الجديده، هذا المدار الحضاري ديال المدينه الجديده، المجال الحضاري. ها انتم كيف كتشوف، ها انتم هذه بغض النظر على الماء والكهرباء، يعني مدرسة اللي ما فيهاش الماء والكهرباء، تخيلوا معايا مدرسة بحال هكا وما فيهاش الماء والكهرباء، يعني جالسين في كوري وصافي.